تكشو ولا نشرة ولا نشرة اللي ده مفسح جماعي وعشرة يابا على عشرة سياسي كوميدي اجتماعي تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصري. انت يا عم الكتب دي كلها عناكب وصراصير وما حدش بيعمل اي حاجه في المكتبه دي غيري انا بقى اطلع كتب وانا بدخل كتب واتبهتل انا انما هو ما عملش اي حاجه مخلصه فانت ده فالح بس يقعد يقول لي ايه يا انا وانت ايد واحده انا وانت ايد واحده عامل زي بتوع المظاهرات يقعد يقولوا الشعب والشرطه ايد واحده الشعب والجيش ايد واحده ومحدش عارف الايد التانيه بتعمل فينا ايه الله العظيم مبهتلنا معاهم وحاجه قله قيمه انا كنت محترم عن كده انا ايه اللي كابني هنا اصلا مش فاهم اي حاجه مين انت مين انا جلده مش فاكرني يا جلده لا مش واخد بالي يا ابني مش فاكرني انت مين يا عم ودخل لي بلال الحلميه مش فاهم حاجه يا ابني دي مال وبنون ركز في الوش يا ابني وشك ما فيهوش حاجه ركز فيها يا ابني افتكر مش انت ليك اخ سافر زمان الزقازيق ايوه وما حدش يعرف الحكايه دي غير انا واخويا اهو وانا عارف يبقى انا مين تكونش انت سواد بجول وده الزقازيق الله يخرب بيتك يا ابني ركز شويه هركز هركز مين يعرف ان انت وانت صغير كان عندك حسنه في بس ما حدش يعرف ان كان عندي حسنه في ودني غير اخويا وانا عرفت يبقى انا مين تكونش انت الدكتور اللي ولدتني يخرب بيتك والله عايز اساعدك بس قول لي اسئله اسهل من كده هبسطها لك على الاخر ماشي يلا مش انت بتبعت جوابات لاخوك اللي في الزقازيق ايوه وما حدش يعرف الحكايه دي غير انا واخويا وانا عرفت يبقى انا مين بس يبقى انت اخويا يا غبي انا البوسطجي اللي ببعت الجوابات لاخوك ولما انت البوستاكي مسطعني وكاي ليه عامل لي دخله وقرفني وبتاع وانا ببيع الكتب ليه قرفني ليه يا عم زهقنا من جواباتك حد يكتب جواب 80 صفحه يا عم انت مالك انا بحب اخد وقتي مع نفسي ما تكلمه يا اخي ما تكلمه في الموبايل بتقيل احنا ليه يا عم اخويا بيحب يسمعني انت مالك سيبني والنبي عشان عايز ابيع شويه الكتب دولت الله يصلح حالك هي دي مكتبه مخلص بقى اللي انت عمال ترجع عنها في جوابات اه هي دي مكتبه مخلص ورامي ايه الكتب ليه مش فاهم بص انا قلبي ارتاح لك وعايز احكي لك اصل مخلص ده نتل قوي 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 مش عارف سموه مخلص ليه ابوه قبل ما يموت قال له اوعى انت مخلص اوعى انت مخلص تبيع الكتب قال له عيب يابا عيب انت ابويا يموت وانت مرتاح قال له انا موت قال له موت يابا مات كده قال يلا نبيع الكتب ونفتح محل موبايلات بقى وتلعب معانا انت برضه هتقعد ترخي زي جواباتك اسكت بقى شويه يا عم ما طب اقول لك حاجه موقف نتالا ليه تاني اه قول لي يعني مخلص ده عمل ايه اخر حاجه نتالا عملها معاه هقول لك ابوه قبل ما يموت على طول طرده من البيت ام مخلص خرج برا البيت وكتب عليه مكتب الارشاد وبلغ البوليس نتل سياسي قوي انتوا كلكم اندال اصلا يلا يا عم روحي على الله تبعت جوابات تاني يلا ادخل كده وانت شبه سقراط يلا يلا اشكال مش عارف بيكبوها منين يلا يا كتعم حد يشتري منا اي كتاب كده ولا نعمل اي مصلحه ايه ودي كتب حد اهلا صباح الخير صباح الخير يا مخلص صباح الفل اهلا وسهلا اهلا وسهلا يلا جلده ايه يلا
ها ما خلص ما خلصناش من الكتب اللي قلت لك لا 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 انت عارفني اخلصك ما انت عارفني افهمها في كل وقت افهمها وهي طايره وهي بتعوم وهي بتسوق انت اصلا مبهور بدماغي عشان كده بتكبني اشتغل معاك تقعد تقول لي يخرب بيت دماغك يخرب بيت دماغك انا مش عايز رغي تمام انا عايز اخلص الكتب اللي في المكتبه دي يا. عايز احول المكتبه دي بقى اخيرا المشروع اللي انا بحلم بيه مشروع الموبايلات يلا وانت ده جلد هتساعدني برضو في الموبايلات ربنا يخليك يا ريس يلا تبيع معايا شويه الكتب دول وبعد كده الباقيين دول هنخلص منهم خلاص انا هقول اي كتاب انت تقول بنص جنيه. ماشي يا ريس وعي كتاب بنص جنيه ليه بقى بنص جنيه عشان تاخده وتتعيلي تعوه حلوه بدل ما تاخده باتنين جنيه وتتعلى تعوه وحشه يطلع له واحد فلوته يقول لي هو في تعوه حلوه وتعوه وحشه اقول له ده موضوع كده ولا تعال 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 انا بفهمهم بس هم فاهمين كل حاجه ما شاء الله مالكش دعوه انت تمام انا اقول اي كتاب انت تقول بنص جنيه بس تمام نص جنيه وعي كتاب بنص جنيه ليه بقى بنص جنيه مش ده موضوعنا موضوعنا رد على الفلوته اللي سالني من شويه هو في تعوه حلوه وتعوه وحشه ولا ولا بنص جنيه بس ما تقولش حاجه تانية ها تمام عارف لو قلت اي حاجه تانية انت حر واي كتاب بنص جنيه 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 كده بقى ب 80 جنيه يا انت كده هتطفش الزباين بس انا قلت بنص جنيه بس لا ما تقولش حاجه بص قول انت اي كتاب وانا اقول بنص جنيه اي كتاب بنص جنيه ليه بقى لان انت لو خدته بنص بص شفت بتضايق ازاي بتصدع بقول لك احنا مش عايزين نبيع لا بنص جنيه ولا اي حاجه بس عندنا كتب مهمه ممكن تتباع والله قصر الشوق بنص جنيه السكريه بنص جنيه طبيبك الخاص بنص جنيه لا طبيبك الخاص بنص جنيه ايه لا 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 ده احنا كنا بنقف عليها طوابير يا ابني ده كان زمان دلوقتي من على النت تنزل طبيبك الخاص يقعد جنبك يحكي لك كل حاجه يعني مش محتاجين نبيع الكتب مفيش الكلام ده انا قلت لابويا بقى الله يرحمه ايه حكايه الكتب دي خلاص ادمت هو ما سمعش الكلام وقال لي حافظ لي على المكتبه مكتبه اللي حافظ عليها اذا كنت ما حافظتش عليه هو نفسه حافظ على المكتبه ندل ندل يعني مين ده ابوك يعني شوف عايز المكتبه تقعد حتى بعد ما يموت عايزها تقعد بص اقول لك ايه خد الكتب دي وشويه الكتب اللي في المكتبه كلها هلا كلها وعايزك تديها لبتاع الروبابيكيا تمام ماشي حاجه تاني عايزك تروح للواد سيد رنا انا متفق معاه هيبعت معاك سي دهايا ها عليها رنات جديده لسه ما نزلتش مصر عشان اي حد بقى نزل له رنه نعمل له سكرين نظبط شغلنا بتاع الموبايلات بقى طب انا بس هفهم حاجه صغيره قوي انا اروح الاول بتاع الروبابيكيا ولا اروح الاول سيد رنا عشان ما اروحش انا بمساكي فانت تقعد تقول لي انت بتصرف من دماغك وانت مش عارف لا انت تفهمني كل حاجه وانا مش خلص نو 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 هتاخد الكتب هتروح لمين هروح لسيد رنا لا هتروح لبتاع الروبابيكيا هتديهم له هتجيب الفلوس هتروح لسيد رنا تجيب من عنده السي دي يا سلام مش عايز ولا كلمه يلا يا سلام دي سهله قوي دي اروح انا لبتاع الكتب واقول له بتاع انا هتكلم وانا ماشي مع نفسي انا مستحمله ليه انا مش فاهم مستحمله ليه مخلص مخلص ازيك يا مخلص عامل ايه؟ ازيك يا وزه؟ عامله ايه انتي؟ الحمد لله انا اجرت فستان الفرح اخيرا كويس ان انت لحقتي قبل ما نعمل الفرح النهارده هو انت بتعمل ايه؟ انا بصفي المكتبه بقى هحولها هحولها لمحل موبايلات يعني تصفي مكتبه ابوك وتفتح محل موبايلات تحط فيه القرشين اللي حيلتك وفي الاخر بنخسر وما نلاقيش حاجه حرام عليك ده احنا فرحنا النهارده ايوه بدل الفرح هيبقوا فرحين فرح انا وانتي وكمان المشروع الجديد بتاعنا بقى اللي هيكسر الدنيا خلاص الكتب ملهاش اي لازمه ايوه بس المكتبه معروفه وليها اسم وانت بكده بتحط اسم باباك في التراب اذا كان بابا نفسه بقى في التراب جت على اسمه ما يجراش حاجه وبعدين انا عايزك تقفي جنبي يا بنت عايزك تقفي جنبي انا الشبكه اللي كنت جايبها لك بكام ب 10000 جنيه حلو 10000 جنيه دي من فتره يعني زمان دلوقتي الذهب بقى ب 25000 جنيه 25000 جنيه دول يظبطوا لي المكتبه تبقى محل 100 100 بص احنا هنبيع الذهب ده وبالنص انت 12.5 وانا 12.5 اوضب بيهم ونبقى 100 100 نعم يا عينيا انت قلبت على فيفي عبده مره واحده ليه كده دهب مش ببيع ولا بسلف لما نتجوز يا حبيبي النهارده ابقى افكر مش من اولها داخل لي على طمع تجهز يعني ويجي لي في الميعاد قال نصهم قال مش كفايه انك هتتجوز وزه عارف يعني ايه وزه وزه يا ابني ايه وزه بتبيض يعني ولا ايه طب وبعدين كويس ان هو دهب صيني ونخلص منها الحمد لله بس مفيش حل غير الوضع عربي ولا عربي ولا عربي نعم نعم يا مخلص عاوز ايه
تعال عربي، تعال تعال عربي، يعني تعرف طبعا ان انا فرح النهارده يعني. اه يا بواختك يا اخي، بقى تاخد وزه اللي بحبها مني وتخطبها وتتجوزها كمان، ومش عايز نزعل منك. انت شارب جاز ولا ايه؟ يعني هو طبعا فرح النهارده ومحتاجك يعني في حاجه، انت استعديت مثلا الفرح؟ عارف وعملت حسابي. عملت حسابك ازاي؟ جبت ازازتين بيرة تركيز 10% عشان اول ما اسمع الزفه بتاعتكم معديه وبتعمل تم تا 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 اشرب بقى واسكر وانهار زي الافلام، وتنزل اغنيه اعذريني في يوم زفافك ما قدرتش افرح زيهم عشان ما خطرش في يوم في بالي ان ابقى واحد منهم، وبعد كده خبط الكوبايه في الحيطه تنزل تتدغدغ مليون حته، وامي تقول لي كده كسرت الكوبايه يا حمار، اقول لها بقى تاخدني في حضنها وتطبطب عليا وتقول لي ما تعملش في نفسك كده ده نايا اللي بيعك بيعه بكره اجوزك ست ستها، اقول لها ايوه يا اما انا لازم اتجوز ست ستها عشان ابقى راجل وست ستها، واقعد ابكي بقى بعد كده اقعد ابكي انا بقى يا ظالم يا ظالم يا ظالم. ايه المونولوج الطويل ده يا ابني؟ ولا محتاج تعمل اي حاجه من دي، ولا تكسر كوبايات ولا تشرب بيره ولا اي حاجه. بص يالا انت برضه صاحبي وانا هعمل معاك واجب. انت بتتكلم بجد يا مخلص؟ وانا لسه قلت هعمل معاك واجب. هو بص انت ايه، انا كنت شاري للبنت وزه شبكه ب 25000 جنيه، ادفع انت 30000 جنيه يا معلم واديك وزه واعمل لك تنازل في الشهر العقاري. انت بتتكلم بجد يا مخلص؟ ايوه. قلب الصغير هيحتمل هذه المفاجآت. عيب يا ابني، انا عمري هضحك عليك غير كده بقى، بدله الفرح هديه مني ليك. والله بجد؟ ايوه، انت هتروح للراجل الترزي هتدي له 3000 جنيه وتاخد البدله. الف مبروك يا ده عربي. حقيقي انت اخ وحقيقي انت عبيط. بس ايه ده؟ نمره غريبه، احضر عند المطار عشان تستلم السي دي. كلمة السر الحياة حلوة، لأ الحياة حمراء. ايه ده؟ اكيد سيد رنة، بس سيد رنة انا مسجل اسمه، امال ده اسم مين؟ دي نمرة مين؟ مش اشكال ولا جلدة. جلدة طلباتك يا مخلص، امرك يا مخلص، امرنا مخلص، لين اكيلك على طول يا مخلص. انت بتنت يا مخلص ولا ده؟ انا بنده، انا بنده. بص انت رحت للسيد رنا؟ لا كلمته بس طلع تليفونه مقفول، او ربما يكون مشغولا، او ربما يكون خارج نطاق الخدمه، او ربما هو يكون قافله مثلا وباخد دش. يعني 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 عموما انا بفترض يعني. لا ما تفترضش، اصل الافتراضات مش هتخلص، ممكن اقعد جنبك يومين هنا. صح. هو واضح ان غير نمرته وبعت لي رساله قال لي اروح استلم السي دي من عند المطار، بيقول لك تحت المظله كلمه السر الحياه حلوه، لا الحياه حمراء. هو قال الحياه حلوه لا الحياه حمراء؟ آه. ده بيهزر بقى. بيهزر. والله اروح انا بقى اجيبها لك ولا انت تروح تجيبها؟ ما انا مش هينفع اروح اجيبها عشان الفرح بتاعي. لا وانا صاحبك ده بضفاير، تقعد انت زي البرنس تجهز الفرح، اروح انا اجيب لك السي دي هاي. ماشي يا عم، وانت برضو روح معاه فهمه هيعمل ايه بالظبط. زي ايه؟ طب تعالى انت قول لي في الطريق برضو عشان ما انساش. بص انت ما تروح له هتقول له الحياه حلوه. تمام. هو يقول لك لا الحياه حمراء. قول له فين السي دي؟ انت رغاي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم والف باء الله. يلا الطب السلاسل السلاسل عرفتنا حلوة وجميلة. وجحيل العين السلاسل وجميل العين الفقرة الأكثر إثارة بفرحنا النهاردة. ويا بنت جمالك يا بسمة لما أنت عيان بتنزل الشغل ليه؟ قوم 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 في ده يا قوم قوم، حسبي الله كل فرح تبوظه. قوم امشي امشي يلا نستأنف الفرح. افرح يا عروسة على العريس، يا عروسة يا عروسة على العريس، الروسي يا عروسة على العريس، النبي يا عروسة على العريس، النبي يا عروسة على العريس، يلا يا عروس. ايه يا عم عبد العزيز، الفرح والله بديه.
اعترفوا فيا حبيبي. يلا يلا يا مشكرين قوي يا جماعه ان جمالكم في الافراح. الف مبروك يا وزع بنتي، الف مبروك. مبروك على ايه بس يابا؟ هو إيه؟ مخلص فين؟ انا عارف مخلص فين، وهو قافل موبايله من الصبح. طب مش عارفه اعمل ايه. تعب ليه؟ انا حذرتك منه الف مره. العريس وصل وانزل يا جميل على الساحه واتمختر كده بالراحه. مالك طالع في العالي يا جاهل قلب ليالي؟ امرك يا جميل. هو العريس حصان ولا ايه؟ مبروك يا وزاد يا مهجات يا مش علينا كل حته في جتتي. يبهدلني ليه؟ ما واخد الشبكه بتاعته فيها خمسه زياده، وقال لي حلال عليك وزه بالهنا وبالشفا وكلها بقى وكده، وعمل لي توكيل في الشهر العقاري. يا مزرتي توكيل؟ اه توكيل بالبوس وبالاحضان وبال خلاص بقى خلاص بقى يا عم انت، انا قلت لك مخلص ده نهدل من الاول ما صدقتنيش. دلوقتي احنا ما قدمناش حل غير احنا نقبل بالرجل التنين ده عشان الفضيحه. فضيحه؟ فضيحه ايه؟ العروسه حامل ولا ايه؟ ده مخلص مفهمني ان هي فابريكا جوه وبره، استعمال طبيب يعني. طيب يا ابني هو ما ضحكش عليك ولا حاجه، كل بقى في الموضوع ان العروسه ها كسره زيرو مش اكتر. أوه. مبروك يا عربي، الف الف مبروك والله. تمام يا ضوء يا مزيكا. الصوت يا عم انت هو، الصوت يا عم انت هو. خطيبتي ابتي، خطيبتي ابتي، وراحت لصاحبي صاحبي بالهنا والشفا شفا. والبس وافرح يا عروسه. جبت لك ايه بقى معايا؟ ها جبت لك السي دي او الاسطوانه المتمجه حسب ثقافه كل حد. في ناس بتقول عليه السي دي وفي ناس بتقول اسطوانه متمجه، انما في ناس بتقول لك هات البتاعه دي وتريح دماغك. يعني انت جبت البتاعه دي خلاص؟ آه. طب متشكرين قوي، تعال نبص عليها. دي عليها بقى الرنات، هننزل الرنات مش هتبقى موجوده في اي حته. طب والنبي ممكن تنزلي نخمتين، واحده لإليسا والثانيه لإليسا؟ اصبر بس اصبر، انت رحت المهم الراجل قلت له كلمه سر واداها لك؟ اه قلت له الحياه حلوه، قال لي لا يا عم الحياه حمراء. قلت له لبنى عسل عامله ايه؟ سلم لي عليها، دي سكر قوي بموت فيها والله. لبنى عسل دي بس ما سالتوش على تياترو مصر؟ لا ايه تياترو مصر ده؟ طب شوف مين اللي هيقبضك. شوف ايه ده ايه ده ايه ده ايه؟ يا نهار اسود، ايه السي دي في حاجات ابيحه ولا ايه؟ ابيحه ايه؟ ما لو حاجات ابيحه كنت اتفرجت انا وانت. انت جبت السي دي ده منين يالا؟ هو اللي قابلني في المطار وقلت له كلمه سر التهولي على طول. يا نهار ابيض، ده السر ده عليه اسرار مهمه جدا للبلد. آه. وفي شخصيات مطلوب تصفيتها. الراجل ده تعرف اسمه؟ لا. طب هو ممكن تكون الرساله بتاعت السي دي دي جات لك غلط؟ جات لي غلط ازاي؟ اقول لك ازاي. يعني انت رقمك اخره 57 اما هو بعتها الرقم اخره 58، او يكون مثلا مسكلك مخلص طح ام بعتها لواحد تاني اسمه مخلص فحت. يعني بتحصل دي اخطاء دايما في الرسائل. ليه بقى؟ لان انت عندك كل رساله دي اخطاء من 3 ممكن يقعد يرغي لمده 3 ايام. احنا نعمل لهم ايه بقى؟ نقول لهم اهتوا كده وبعتوا لنا الرسائل طبعا وراكم عشان مش كل رساله تيجي سايب ثاني. ما ينفعش نقعد نستنى عليه. احنا بنك بعت الرساله على المشهد اللي بعده على الرقم قبل الرساله ما تبعتش. خش يا معلم على اللي بعده. ليه بقى؟ لان انت ممكن تبعت رساله الحمد لله ربنا كرمني وغيرت خلاص. بعد ما غيرت الحمد لله المحل بتاعي بعد ما كان مكتبه بقى خلاص كمبيوتر وموبايلات. اللي انا كنت بحلم بيه طول عمري اتحول وبقى كمبيوتر وموبايلات. نعمل ايه بقى؟ احنا ولا جلده. يا مخلص ايه ده؟ ها نظف المحل يالا كويس يالا. انت مستني حد يا مخلص؟ انت مالك؟ انت مستني حد ولا مش مستني حد؟ خليك في حالك. انا اسف اسف.
طب ايه يعني انا قدام الزباين كده انت ما بتتضايقش لما اقول لك مخلص انت عسل قوي والله؟ قدام الزباين لازم تتعامل معايا بشكل محترم. يعني تقول لي يا استاذ مخلص، يا حاج مخلص، يا مخلص بيه، يا باش مهندس مخلص، لازم تديني قيمتي، ما تقولش مخلص دي. تمام، فاهم ولا لا؟ تأمرني لو سمحت. ايه خدامك. خدامك ويا باش مهندس مخلص ويا كبرنا يا مخلص واديني امتياد وما تقوليش يا مخلص. ولا ولا روح هات لنا اتنين حاجه بتاع. ماشي ماشي. طب استنى نشوف عايزه ايه بعد كده هكتب لها. انت مالك انت؟ تحت امر. لو سمحت انا عايز الزق شاشه. تلزقي شاشه؟ سكرين يعني؟ لا سكرين دي شغلتي ولا ايه يلا؟ ده شغلتك طبعا. احكي لك حكايه على الموضوع ده. هو احسن واحد بيلزق في البلد ليه بقى؟ من كتر ما بيلزق حلو كانوا هيسموه امير. ليه؟ حلو ان انت فتحتي ليه؟ كان ممكن تضحكي وتقفلي الموضوع، انما انت عايزه ترغي. يعني من كتر ما بلزق هيسموني امير؟ بجتهد والله. ما تجتهدش، مش عايز اجتهاد، بلزق وخلاص. وانت ما تلزقش الناحيه دي. اتفضل روح هات لنا اتنين حاجه ساقعه عادي. اجيب اتنين تاتوله؟ تاتوله؟ اتنين تاتوله كده بشاليمو تقعد برنس. طب ماشي يا عم هات تاتوله. وعندك احلى اتنين تاتوله. اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي حضرتك، ارتاحي وانا ثواني الزق لك السكرين اللي انت عايزاه. ازيك يا مخلص؟ عامل ايه يا مخلص؟ ايه ده؟ حضراتكم مين؟ اهلا وسهلا. الحياه حلوه؟ لا الحياه حمراء. هو حضرتك؟ جنكاس شايبوب سكنمله كيما حنين التربق اتفنشر كلاكسي ولا عاده؟ انت كلاكسي ولا عاده؟ هو ما قالكش فين بالظبط؟ انت مخلص؟ ايوه مخلص. امال مش فاهم ليه؟ فاهم بس عامل مش فاهم. يعني انت مش عارف احنا مين؟ انا حضرتك المطار. حياه حلوه، حياه حمراء، سيدي. انا عزة العليلي. عبد عزيز مخيون. عبد عزيز اهلا وسهلا. دي اسامي يعني بتحاولوا تتخفوا فيها. واضح انك مستنينا. طبعا يا باشا مستنيكم. الشامبوره في الجرنيطه بلعان كراكه. فين الاسطوانه اللي وقعت في ايدك بالصدفه؟ هو يا دي ترجمه اللي هو قاله بالظبط كده. حضرتك مفيش حاجة في الدنيا دي صدفة أبداً. أنا ربنا وقع السيديهية دي في إيدي عشان أعرف اللي أنتوا بتعملوه والأسرار بتاعة البلد اللي أنتوا حاطينها والشخصيات اللي أنتوا عايزين تختلوها. إيه ده، أنت عارف كل حاجة ولا إيه؟ طبعاً عارف كل حاجة. بس كله بالحجارة. دبوا لباستك الجداح. هنديك 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ يمكن يا باشا لو أنا ما كنتش شفت اللي موجود على السيدي كنت ممكن أخد أقل من كده. لكن العسدي ده مصيبه سودة. عايزين تبيعوا البلد ب 100,000 جنيه حتى وانتوا بتبيعوها مش عارفين قيمتها. يعني ايه؟ يعني يا باشا دي مصر يا باشا، ما ينفعش اخد اقل من مليون. مليون جنيه؟ لا مليون دولار. نعم. ايه مليون دولار؟ دي مصر يا عم. مصر يعني الأهرامات، يعني النيل، يعني الأزهر بارك، يعني حديقة الحيوان بالجيزة. انت بتتكلموا في ايه؟ ايه يا عم؟ انت بتساومنا ولا بتنشط السياحة؟ هتدفع المبلغ هديك السداهية، مش هتدفع المبلغ السداهية موجودة في مكان أمين ولو حصل لي حاجة هتتمرمطوا. ولعلمك ولعلمك عبد الرحيم علي لو خد خبر بالسداهية دي بالصندوق الأحمر بتاعه هاي مرمطكو. بقى انت مخلص انت؟ ده انت طلعت اوطى مننا. جنكاس شايبوب سكنملة كيما حنين التربق اتفنشر كلاكس ولا عادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي انا سمعته ده؟ ايه ده انت مين؟ سمعت ايه؟ انا سمعت كل حاجة. لا 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 سمعت كل حاجة. انت كنت عايزة سكرين. السكرين بتاعتك اهي جهزت حضرتك. اتفضلي ومش عايز ال 15 جنيه. يعني ايه؟ يعني ايه اسمع مؤامرات واغتيالات ووطن بيضيع وصفقه بمليون دولار وتقول لي خد السكرين؟ عايزني اموت ضميري؟ امال عايزه ايه يعني حضرتك؟ انا اسمع سيرتي فلوسك جنن. انا عايزه نص مليون. نص مليون جنيه؟
نص مليون دولار. نص مليون دولار ليه؟ وانت عملت ايه يعني؟ وانت عملت ايه يعني؟ انا الصدفة وقعت السي دي في ايدي، وانا الصدفة خلتني اقعد هنا واسمع. اه يا بنت ال هي معاك في الليلة ولا لا؟ ماشي افكر. لا فكر بسرعة، سي دي زي ده عبد الرحيم علي لو شم خبر عنه هيدفع عمره كله عشان يعرضه عنده في برنامج الصندوق الاخضر. فكر كويس ورد عليا بسرعة. سلام. ولا بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ ماشي ماشي نفكر نفكر ونشوف ايه اللي هيحصل، بس اكيد هنلاقي حل. صباح الخير يا باشا. هو راح فين ده؟ اهلا يا شريف. صباح الفل يا فندم. شفيتهم يا باشا؟ عفيتهم يا شريف. ها ايه الاخبار؟ عملت ايه في المهمه اللي انت قايم بيها؟ جبنا المتهم سعادتك وكل المعلومات المطلوبه عنه. اه فين بالظبط؟ اهي سعادتك اتفضل. ايه ده؟ دي فلاشه. فراشه؟ فراشه ايه؟ بقول لحضرتك فلاشه، دي فلاشه سعادتك. فلاشه؟ مش فاهم يعني. انا اخد المتهم اروح لوكيل النيابه ادعك الفلاشه دي، يخرج المتهم يقول شبيك لبيك المتهم بين ايديك؟ لا يا باشا، المتهم واقف بره، دي بس عليها المعلومات المطلوبه عنه. معلومات؟ التقرير اللي حضرتك طلبته مني دي فيها تقرير؟ ايوه. انت بتستعبل ايه؟ واضح انك ما قمتش بالمهمه على اكمل وجه. ليه يا باشا؟ ده عليها تقرير يجي من 150 صفحه. البتاعه المعفنه دي فيها 150 صفحه؟ ده ما استعنش اسلك بيها اسناني. عادي. انت بتتكلم ازاي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله دوت؟ بتهزر ولا ايه؟ والله بتكلم جد، دي عليها 150 صفحه. 150 صفحه؟ بسم الله ما شاء الله على التكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها. ودي نحطها فين؟ هنحطها فين سعادتك؟ هيحطها في اللاب. ايه اللاب ده؟ الكمبيوتر. كمان غير اسمه؟ ما غيرش اسمه، ما غيرش اسمه ولا حاجه سعادتك. هو اللاب هو الكمبيوتر اللي على المكتب. اللاب هو الكمبيوتر. آه. ما شاء الله، الله اكبر. ايه التكنولوجيا اللي احنا هنطالب الداخليه بعثه لامريكا سنه كامله عشان نطور التكنولوجيا دي؟ بعثه ايه وسنه ايه يا باشا؟ مفيش اي حي حته فلاشه هنحطها في اللاب. كده ساعات زي حضرتك لما ايه الحراره بتعلى بنحط لحد البوس. ما شاء الله. آه. بص سعادتك، يعني اي حد يعيا تحط له البتاعه دي تنزل الحراره. شريف اتفضل. لا لو انا عييت ولا حاجه ارجوك ما تحطش البتاعه ديت. ما تقلقش يا باشا، انا احب فوار كده واخده وابقى السخونيه تروح على طول لوحديها. عيب يا باشا، انا جوز بنتك ما اعملش فيك كده. تمام. تعال بقى يا باشا شوف التقرير لو سمحت. ما شاء الله على التكنولوجيا، ما شاء الله على التكنولوجيا. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ الله اكبر، الله اكبر. نصلي ركعتين شكر لله على التكنولوجيا دي. الله يكرمك، الله يكرمك. عايزين نخلص شغلنا. تكنولوجيا ايه؟ احنا بعد ما نخلص لما نطلع عمره انا وانت. ماشي. اهو مخلص عبد الله مخلص. عبد العزيز، عبد العزيز. عبد العزيز؟ ايوه فهمت. مخلص، ما كله ماشي. مخلص عبد العزيز مخلص الشهير بمخلص طحن. ندل، ندل طحن اسمه ابوه عبد العزيز عشان يتقال مخلص طحن. ده حقيقي يا فندم، معروف عنه انه ممكن يبيع اي حد عشان مصلحته الشخصيه. اه اديني امثله كده. ما فيش من سنه سعادتك سلم واحد جاره كان شغال حرامي سرق شنطه فيها 200,000 جنيه. برافو عليه، ده راجل كويس جدا. مش دي القضيه سعادتك، هو سلمه عشان خاطر يقبض ال 10% مكافاه الشرطه. مخلص. ما هو قبليها اخذ منه 20% في مقابل انه ما بلغش عنه. حقه. قبليها قال لصاحب الشنطه هقول لك مين اللي سرقها بس اديني 20% مكافاه غير مكافاه الشرطه. لازم ياخد المكافاه على اكمل وجه. يا باشا انت تعليقاتك غريبه قوي، انا بحكي لك حكايه وانت مركز في ايه؟ اجمل وجه ايه؟ ده بني ادم ندل زباله، تصدق بالله خطيبته اللي هي خطيبته قعد 3 شهور يقنعها ان هم يخرجوا سوا. بعد ما نزلت وافقت راح بعت رساله لابوها قال له الحق بنتك نزلت من وراك. واكيد ابوها راح راقبها. ايه احكي لي تاني. بقول لك يا باشا بلاش دي. بلاش دي، كان عايز فلوس من ابوه ما رضاش. راح جايب له مسدس ميه بيهدده بيه. مسدس ميه؟ كمل لي يا باشا. بقول لك مسدس ميه. قصدي اقول لك كام لتر. يا سلام.
فرق معاك في ايه؟ انا بحكي لك قصه بتركز في حاجات غريبه قوي يا باشا. تفرق تفرق كتير قوي يا شريف. المسدس ده في ميه ساقعه ولا ميه سخنه؟ هو رش ابوه في الصيف ولا في الشتاء؟ لو رش ابوه في الشتاء والميه دي ساقعه ابوه هيسخن درجه حرارته عليها، هنضطر نحط له الفلاشه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليك يا باشا. طبعا. طب بص يا باشا انا مش هحكي لك حاجه تاني، انا بس كل عايز اقول لك ان هو بني ادم ندل، فخد بالك منه وانت بتتكلم معاه. لا مش ندل، ده سوق سمعه النداله. ايه تاني احكي لي؟ لا خلاص مفيش. طب انا لازم نحسب الحكايه ديت ال 10% وال 20% وال 30% جاز الخمسه. خلاص استعمل كالكوليتر، استعمل كالكوليتر. ايه الكالكوليتر ده؟ يا باشا ده من سنه 60 ما فيهوش حاجه ده. كالكوليتر؟ اه اللي بنحسب عليه. سنه 60 ما شاء الله على التكنولوجيا، رقعتين شكر لله. يلا يا راجل نصلي يا جماعه، يلا انا زهقت. اه. كله تمام يعني، هو موجود هنا؟ اه يا باشا. ندهولي. يا ابني دخلني محسن يا مخلص يا ابني من عندك. ايوه 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 داخل اهو، ماشي. اهلا يا باشا، تحت امرك يا باشا. لا مش انا، الباشا الكبير اهو. باشا الكبير اهلا وسهلا. باشا ظابط؟ هو دايما مبهدلنا كده. ايوه ظابط. ظابط ايقاع بقى اكيد. تحت امرك يا فندم. يا 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 كوكوش جنبه. يا يا يا. طبعا انت عارف انت جاي هنا ليه؟ صراحة يعني انا عارف. بالنسبة للسي دي حضرتك تقصد ولا ايه؟ مظبوط تمام. حضرتك بالنسبة للسي دي انا مش هقدر اعمل لكم اي حاجة، انا مستني اقبض من الناس الفلوس واديهم السي دي على طول. انت مجنون ولا ايه؟ يعني ايه تقبض الفلوس؟ بقولك ايه، الناس دي كلها احنا مراقبينها وعارفين كل حاجة، احنا بنلم الخيوط بس بندور على الابرة عشان نلضم فيها الخيوط دي ونوصل للحقيقة. حضرتك الخيوط كلها عندنا، السي دي انا لقيته بالصدفة، الناس دول هيدفعوا مبلغ محترم، هديهم السي دي واخد الفلوس، بعد كده اقبضوا عليهم براحتكم يعني يا باشا. يعني ايه اقبضوا عليهم بسعادة؟ بلاش الاسلوب ده معايا، انت مش عارف انا مين؟ يا باشا عارف يا باشا كل حاجة، بس انا معليش أي حاجة، الحمد لله أنا راجل نظيف، أنا زي الفل. يا 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 كوكو جيمبو، يا يا يا. حضرتك بتخوفني يعني ولا إيه؟ لا أبداً، أنا بحاول أطر الموقف يعني. والسيدهية ديت موجودة معاك وكل حاجة كله تمام. سيادتك يا باشا الناس دول هيدفعوا فلوس، لو انتوا هتدفعوا لي مليون ونص دولار انا تحت امرك. يعني يطلعوا كم دولار دول؟ مليون ونص دولار يا باشا. مليون ونص دولار؟ ايوه. انت بتساوي بالحكومة ولا ايه؟ احنا ننفخك هنا. تنفخوني ايه وانا عملت ايه يا باشا؟ ده ما ينفعش معايا لا نفخ ولا عنف ولا الجو ده، لو الواد ده فرق مننا والموضوع اتسرب حضرتك اللي هتتنفخ. انا اللي هتنفخ؟ سيبهولي بقى. وبعد كده انت راجل ايه؟ انا مش عايز عايزك ما تعصبش نفسك. ما انا مش عايز ولا حاجه، اتفضل. وجواك طفل. ايه؟ جواك طفل. ايه الكلام الفاضي ده؟ طب روح انت، روح اتفضل. مخلص انسان وطني وجميل وبيحب بلده يا باشا. لا يا باشا الشويتين دول ما بياكلوش معايا، سيادتك الشغل بتاع رأفت الهجان وجمعه الشوان دول احنا اتفرجنا عليهم من زمان، لكن حضرتك هتدفع الفلوس انا تحت ابروك يا باشا. ما اختلفناش يا مخلص، لو اديتنا السي دي هنديك مكافاه كويسه جدا. قد ايه المكافاه؟ انا الفرصه ما بتجيش غير مره واحده سيادتك. خليها مفاجاه. لا سيادتك انا ما بحبش المفاجات. سيادتك قول لي الرقم اشوف اساوي. هنطلع مامتك عمره ان شاء الله على الباخره اللي جايه. حضرتك الباخره اللي بتغرق؟ لا حضرتك انا مش عايز. ما تقلقش هنركبها طياره ونخلي معاها واحد يفجر الطياره، ما تقلقش. طب انت عايز ايه يا مخلص؟ خلصني. انا عايز مليون ونص دولار هتدفعه انا تحت امرك. هتدفعه براحتك. بتستهبل؟ لا ده احنا ننفخك هنا. ايه بعدين معاك؟ ايه كل حاجه ينفخوا؟ عصبني عصبني يا باشا، تعال مين انت معانا خلاص. يا كوكو جابو. يا 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 والله ده انا كنت احبك قوي لو كده فعلا. سيادتك انا تحت امرك، هتدفعوا الفلوس معاكم نمرتي وانا مستني. انا بساوم الناس، الناس دول دفعوا اكتر منكم هديهم هم السي دي. فكروا وردوا عليا يا باشا. سيبنا نفكر يا مخلص. بعدين الولد ده حط عينك عليه، راقب كل المكالمات بتاعته. ها حاضر يا باشا. عايز مش عايز عينك تروح من عنده خالص. حاضر يا باشا. مفهوم؟ حاضر. احنا ممكن نتنفخ هنا. تقصد ايه سعادتك؟ يعني ممكن عبد الرحيم علي ده ينفخك. طول ما انا شغال مع سعادتك الامل كبير ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل يا استاذ. انا بس هستاذنك اخد الفلاشه اكتب عليها التقرير بس. الفلاشه دي كتب عليها تقرير؟ صغر خطك على قد ما تقدر. عينيا يا باشا. اتفضل.
تروما. الو اميتو، ايه هتعمل ايه؟ بقول لك يات البغبغان اللي اشتريته منك ده، دخلت امبارح لقيته مقطع شرايينه ومنتحر. مش عارف، انا كنت بحبه والله، كنت قاعد اكلمه يرد عليا يقول كلام تاني. طب ايه، يكون زهق يعني ولا ايه ده؟ ولا يكون مثلا بغبغانه بتاعته سابق؟ ما انت احكي لي. ايه ده رصيدك انت؟ طب يا عم في ايه؟ بالراحه علينا يا عم، بالراحه يا عم. في ايه؟ هم كلمه، هم الساعتين اللي بتكلمهم بيقفوا في زورك يا عم. ده انت بيت ممل قوي والله، يخرب بيتك انت. مش عارف انتوا ناس بتيجوا حاجه غريبه. طب اقفل اقفل، عشان في اتنين كده لولي وهاردي دخلوا عليا. الحياة حلوة؟ والله دي حاجة بتاعتك انت، يعني انت بالنسبة لك حلوة، انا بالنسبة لي زفت وقطران. انت مين يا ابني؟ انا جلدة. ايه جلدة؟ انت سباك؟ لا يا باشا مش سباك. اصل في اي مسرحية اللي اسمه جلدة بيبقى سباك. لا احنا هنا في مسرحنا بنقدم حاجة مختلفة تماما، انا كنت ببيع كتب، فعشان كده مسميني جلدة الكتب يعني. يا خيالك. لا والله ده خيال المؤلف. عمود الهق بلكون. نفتالين عكاون ايرمز. كلاكس ولا عادة؟ انت كلاكس ولا عادة؟ هو في بخطين وفي بخط واحد. انت تشاور وسيبك بقى من الحاجات اللي بتقولها، انا اجيبه لك على طول. خطين؟ الواد ده يقصد ايه؟ مترو الانفاق. يا جدعان يا جدعان خليكم معايا انتوا بس. انت مين؟ سيد معوض. وانت مين؟ احمد شديد قناوي. معاكوا فلافيو. اهلا يا سيدي. فين مخلص؟ مخلص؟ اقول لك بقى فين مخلص. انا قلبي اتفتح لكم واحكي لكم حكايه صغيره. مخلص كل يوم لما بيجي يختفي بيعمل اختفاء مفاجئ. رغاين قوي. اسفين جدا يا باشا. اسفين، انت مستحمله ازاي ده؟ والله اهو بكسب بيه ثواب يعني الحمد لله. ازيك يا مخلص؟ ها فكرت ولا ايه؟ احنا فكرنا ووافقنا على المليون دولار. لا معلش انا غيرت رايي. نعم حضرتك، انا ندلي طول عمري، سيبك من اسمي. هتدفع 2 مليون دولار تحت امرك. ساسا بينك. ساسا براحتك. انا ده الرقم اللي عندي، هتدفعه انت حرين، مش هتدفعه انت حرين. الو يا باشا وافقتوا؟ الواحد ونص. ايوه كده يا باشا، ايوه كده. ماشي ماشي، خمس دقايق واكلم حضرتك على طول. ماشي يا باشا. ها يا مخلص، هتاخد الفلوس ازاي وهتسلمنا السدهية امتى؟ حضرتك انا مش هسلمكم السدهية، انا جالي عرض اكتر من اللي انتوا عارضينه، هتدفعوا 2 مليون دولار انا تحت امره. جراكن المزلقان، جراكن المزلقان. سأسأ بنس. 2 مليون دولار ليه؟ ده مش اتفقنا. انا غيرت اتفاقي، انا ندلي يا سيدي، هتدفعه تحت امرك. وبعدين خلي بالك استاذ عبد الرحيم علي. يو هتقعد تقولي عبد الرحيم عمرو هيعرضه في النيش بتاعه؟ ايه يا عم يعني هتدفع ولا مش هتدفع؟ ادينا فرصه نفكر. ماشي. عمود الهق بلكون، نفتالين عكاون ارمز، كلاكس ولا عاده؟ ايه نايلون وبلابيع النجوم؟ روق نفسك، احنا نشرب 2 عرق توت ونبقى تمام. عرق توت؟ الراجل ده بيبيع مشروبات غريبة أوي. عرق توت؟ هو بتاع التاتول. يعني بيبيع تاتول وعرق توت؟ مش بيبيع حاجة تانية؟ لا عنده تيتا وتاتو وحسب يعني، مع العرق توت كده حتة تيتا وتبقى تيتا؟ بلاش. انت بتبيع تيتا؟ لا تيتا اللي هي تيتا تاتو. ما مش فاهم ولا انا والله. تاتو ازاي يعني؟ مش فاهم انا اصلا. ايه ما بخشش هنا. انت فين يا مخلص من الصبح؟ مفيش، عمال بسمع الافيهات الغريبه. اروح انا بقى اسيبكم. ايه يا مخلص كنت فين؟ ايه كنت فين يعني؟ انت بتدور عليا ليه يعني؟ انا كنت قلقان عليك قوي. قلقان عليا ولا على الفلوس؟ لا فلوس ايه يا مخلص، هو انت لسه قبضت حاجه؟ بس عموما انا خلاص بيني وبين الشرطه كل حاجه اتظبطت، وعارفين كل حاجه ومراقبين كل حاجه من بدري، فمالكيش حاجه عندي يعني. مخلص الحق، مخلص الحق، مخلص الحق. امك اتخطفت يا مخلص. ام انا اتخطفت؟ مين اللي قالك؟ قالك مش عارف، انا رحت لقيت باب الشقه مكسور ولقيت الورقه دي، فانا كنت هموت واقرا اللي جواها، بس قلت الفتول بقى ايه عشان ما تزعلش مني، اقرا لنا انت. طبعا امك تهمك جدا، هتسلمنا السي دي هنسلمك امك، مش هنسلمنا السي دي مش هنسلمك امك. وقول عليها يا رحمن يا رحيم. ايه ده؟ يا باشا يا باشا، الحركات دي يا باشا، تخطف امي كده يا باشا؟ ايه هتقتلوها؟
لا براحتك يا باشا براحتك. اقتلوها، هي اساسا كانت رجل بره ورجل جوه. وبعدين هتعيش ايه اكتر معاشت يعني. على الاقل يعني الست هتموت برضو ايه وتبقى ضامنه مكان في الجنه يعني حضرتك. لا مش هممني خالص. موتوها موتوها، انتوا نصبتوها يومين هتموت لوحدها يعني. ماشي يا باشا، مع الف سلامه، مع الف سلامه. لو ما جبتوش الفلوس انتوا حرين. يا نهار اسود يا مخلص، انت مش همك مش همك امك وهمك الفلوس؟ انت ايه تركبتك دي؟ ايه تركبتي؟ انا لا يهمني ابويا ولا يهمني امي، انا بتاع فلوس وخلاص. انا مخلص سموهوني غلط اساسا. وبعدين انت اساسا مش كنت جايه هنا عشان ايه؟ مش عشان الفلوس؟ لا يا مخلص، انا ممكن اكون في الاول فكرت في الفلوس، لكن لما رجعت نفسي لقيت السكينه كانت سرقاني، ولقيت ان فلوس من غير وطن زي ميت من غير كفن. لا خليك انت بقى في الوطن يا ماما، وانا خليني في الفلوس. ايه ده هتركب انت؟ امال ايه؟ طب حاسب الديكور، حاسب حاسب براه براه، حاسب حاسب يا ابني. يا رفعت باشا. احد الضابط ندى. ازيك يا بيبي؟ بيبي ايه، شايفاني لابس بامبرز ولا ايه؟ ازيك يا فندم. عملت ايه في السدهايه يا فندم؟ مش مهم دلوقتي، المهم ان هو طمع وطلب من الناس التانيين 2 مليون لما حضرتك عرضت عليه المليون ونص. 2 مليون؟ لا احنا مش هنسكت على الموضوع ده، انا عايزك تراقبيه وتاخدي بالك منه كويس قوي. ايه تاني حصل؟ هو انا ما جبتش السي دي، ما عرفتش مكانه، بس المهم يا فندم ازاي واحد زي مخلص ده الظروف وصلته ان هو يبيع نفسه ويبيع اهله مقابل الفلوس؟ ده تركيبه غريبه جدا يا فندم. ايه ذكر البط اللي انت بلعاه ده؟ اكيد اكيد مخلص ما قابلش قصه حب حقيقي في حياته. مسكين يا مخلص مسكين. يا كوكو جمو، انت بتتكلم ازاي يا استاذه؟ انا كل ما اخرجك مره كده وقف معموريه مع المتهم تحب البطل، فاكره نفسك ايه كريم عبد العزيز في الباشا تلميذ؟ اصل يا فندم مفيش يا فندم. وبعدين معاكي اتفضل يا فندم. ايه ده؟ تقرير. ده ايه دي؟ فلاشه يا فندم. يعني ايه فلاشه؟ تتحط فلاشه بتنخل السخونيه وكله تمام. تمام. انا عايزك تراقب الموقف كويس قوي. حاضر يا شريف. خير تمام يا فندم. مخلص هيسلم السي دي الساعه 8 النهارده ويستلم الفلوس في كازينو اسمه القطه الحمراء. القطه الحمراء. البلاكات يعني. ما شاء الله عليك. انا الحاجات دي سنه كامله بيعصف في امريكا عشان نتعلم لغات. بسم الله ما شاء الله عليك يا باشا. يلا بقى عشان الساعه بقت 9. يلا بينا على القطه الحمراء. تياترو.